جات تحية لكل الناس اللي تابعوا فينا اليوم. كما تعرفوا السبت 24 جوان 2023 بمناسبه الذكرى 67 لانبعاث الجيش الوطني، جينا لمشروع ضخم في الفوار المحدث هذايا. بعد ما شفنا الاجزاء الاولانيه بناء النواه السكنيه الاولى ثم البير بالطاقه الشمسيه وهي ابار في استبناء، الى جانب احداث هالمقاسم هذه لغراسه النخيل. سيد العميد نهنيكم عن المشروع، النخيل ما شاء الله عليه، يعني المقاطع هذه والمقاسم شوفوا بلي قداش الكبر نتاع الغراسه للمقسم هذا. هنا توا احنا سيانيس في الوحده الاولى من المشروع نتاع تنميه المحدث، الوحده الاولى في 80 هكتار. 80 هكتار، كل هكتار فيه 140 نخله. طريقة الري هو الري الموضعي اللي بدلناه على مشروع رجي معتوق للمحافظة على الموارد المائية نتاعنا باش ما نضيعوش الماء، وللمحافظة على ديمومة المشروع باش يتوصلنا المشروع. هذه أعطانا السيد وزير الدفاع الوطني إشارة الانطلاق للغراسة، وبدينا في الغراسة نتاع المشروع هذا نتاعنا. والوحدة الأولانية غرسنا فيها توا حوالي 43 هكتار في الوحده الاولى. 43 هكتار في الوحده الاولى، واحنا مواصلين تو في الحمايه وفي الغراسه. نعم. للوحده الاولى وللوحده الثانيه ان شاء الله. باي، كل انسان مستفيد. تفضل بحضرتك يا سيد العميد. كل انسان مستفيد باش يستفيد بالثلاثه المقاطع هذه اللي هي واحده اثنين ثلاثه. شوف كيفاش عملوهم باش هو ينجم يستغل وتكون النخله يعني في راحه، ثم ايضا محميه. وقداش من نخله هو باش يكون ان شاء الله خدم. ان شاء الله 140 نخله ما شاء الله في الهكتار نتاع الرجيم معتوق هذا نتاع المحدث الصحوني. نعم. ان شاء الله محميين هذوما موجودين. نعم. بالحمايه نتاع الغرسه وبالحمايه نتاع الزرب وبالري الموضعي هذا، ان شاء الله بقدره ربي يكون النجاح حليفنا في المشروع هذا. وان شاء الله المنتفعين اللي باش ينتفعوا بالمقاسم هذوما تكون لهم ان شاء الله موارد رزق تدر عليهم اموال وتخليهم يستقروا في المنطقه هذه. نعم. اللي تراوها صحراء ما فيها حتى شيء، ان شاء الله من بعد باش تكون هذه واحات نتاع نخيل وباش تكون قرى ان شاء الله. نعم. المشروع قداش فيه يدوم سيد العميد؟ لحد الان المشروع ان شاء الله مش بس يكون المده طويله كما المشروع نتاع الرجيم معتوق، احنا تو عاملين التقديرات من 10 ل 12 سنه. نعم. نكملوهم هذوما ال 1050 هكتار ان شاء الله بقدره ربي يكملوا معنا. 1050 هكتار. 1050 هكتار ما شاء الله يعني. ان شاء الله. ان شاء الله. عندنا 25 كيلومتر. نعم. من البدايه من هذه 25 كيلومتر لقدام باش تكون كلها واحات نخيل كيف كما في رجيم معتوق، عندنا 25 كيلومتر حتى هنا باش نعملوا 25 كيلومتر ان شاء الله. على فكره عملوا الكياس الطريق واللي توا تشوفوا يعني خاطر هذه راهي صحراء راهي رمل معاش كان تراو يعني ما شاء الله بدايه تحس ثم حياة جديدة باش تخلق لهنا، وإن شاء الله بإذن الله بالسواعد نتاع الجيش الوطني وخاصة بعزيمة كفاءاتها وخاصة السيد العميد الواقف. راهو أنا نتكلم لأنه نعرف شنو قاعد يعمل، ونعرف أيضا أنه قبل ما يصير المشروع هذايا دار على ساقيه عشرات الكيلومترات باش ينجم يختار الموضع هذايا، ورغم تبدلت الدراسات وبدل كل شيء علاش؟ باش تنجم تصير العملية لهنا بشكل ينجم فيه كل المرافق الحياتيه، وفي ايضا باش يستفيد المستفيد لان هو حاسه بالناس تعيش لهنا وتسترزق وتولي منطقه سكنيه وفيها ايضا دوره اقتصاديه كامله، لان هو الدوله الاقتصاديه قايمه على النخله هذيك. هكا ولا سيد العميد؟ وتاكيد لكلامك سي انيس، خاطر هذه من الحاجات المهمه معناتها كي راهو توا نحن في الوضع العالمي الموجود، الشح المائي اللي الموجود في العالم كل الوضع العالمي الموجود توا اللي فما برشا حاجات معناتها احتياجات العباد تجينا من الخارج، راهو يلزمنا زاد كيف نعمل على رواحنا، عندنا الارض، عندنا الماء، عندنا الشمس، نجموا نخرجوا خيرات من بلادنا، وتنجم تكون الامن الغذائي نتاع بلادنا نساهموا فيه نحن ونساهموا بشكل كبير في الامن الغذائي نتاع البلاد، ويخرج من المنطقه هذيا علاش لا امن غذائي نتاع بلاد في برشا حاجات ان شاء الله، سواء كان في الخضروات والا في الاشجار المثمره والا حتى في الاعلاف. نعم. باش المال الموجود هذا نستغلوه ويكون يدر على الفلاح ويدر حتى على 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 بلادنا في الظروف العالميه اللي موجوده هذه ان شاء الله يعني. نعم، انتظرونا غدوه ان شاء الله. اليوم كما قلت لكم السبت 24 جوان، غدوه 25 جوان من 6 ل 10 نتاع الصباح في مواسم الخير. كان المفروض نعمل حصه لهنا، لكن نظرا لانه ما زلت يعني حتى التغطيه نتاع الانترنت ما ثماش، واحنا نبثوا كما تعرفوا عن طريق الانترنت. ان شاء الله باذن الله غدوه باش تشاهدوا برشا حاجات في رجيم معتوق.
وان شاء الله بعد مده نرجعوا لها، كان عشنا بعد 10 سنين ولا قداش باش نشوفوا جانب اخر ونشوفوا الجنه هذه اللي هي توا بدات تظهر المعالم نتاعها. سيد العميد سي انيس جوست حويجه، احنا لهنا هذوما المقاسم بدينا زرعنا توا المقاسم، لكن احنا في ديوار جمعتوك في المحدث لهنا بدينا تراو فما الخضار غادي فما نخل فما نخل بدينا غاديك في محطه نموذجيه لي كيما اللي فرجي اللي هذه باش تصير فيها تجارب على بعض الاصناف من الخضر ولا من الاشجار، وباش يصير فيها زاده كيف كيف تكوين الفلاح الجدد على المجال الفلاحي وعلى الغراسات اللي باش نعلموا فيها ان شاء الله يا ربي معاك. الضيعه النموذجيه كيما اللي عملناها في رجيم موجوده ان شاء الله في المحطه. موجوده ايضا ضيعه نموذجيه. الخل اللي ترى فيه هذاك هو ضيعه نموذجيه تبع جمعتوك. طبعا ذامت الدنيا، انا حبينا باش نوريكم شو اللي تعمل هنا في صحراء هذا الكل باش نحكيو عليه غدوه زاده، وهذه الصور ستصلكم حصريا على صفحه الاذاعه الوطنيه التونسيه، ومازال لنا الحديث مع سيد العميد وبرشا تجارب اخرى باش نشوفوها في رجيم، ولكن هنا اعطيناكم ربما سكوب يقول لي اول مره حتى واحد دخل هنا. وشكرا للسيد العميد اللي بنى الدعوه، وايضا اسمح لنا باش ندخلوا هنا ونكتشفوا هالمشروع الضخم هذا اللي ان شاء الله باش يشوف نقله نوعيه في المنطقه دي. المحدث قداش تبعد على رجيم معتوق سيد العميد؟ تبعد على رجيم معتوق، هي تبعد من هنا المنطقه هذه بدايه المشروع 40 كيلومتر، المشروع من هنا 20 كيلومتر على الفوار و70 كيلومتر على رجيم معتوق ان شاء الله. نعم. المنطقه هذه كما تراو راهي منطقه قريبه اقرب من منطقه رجيم معتوق للعرق الشرقي الكبير. نعم كما تراو تراو فيه عليك انت وراهم كنت نجم من بعيد ما تنجمش ليها ولا رانا على حدود العرق الشرقي الكبير. شوف في لودون دو سابل في الكبر نتاعهم كانهم جبال فيهم. نعم. موجودين احنا لهنا راهو بهذيا باش نخلقوا مورد رزق للعباد، وفي نفس الوقت باش نعملوا حد لزحف الرمال هذا باش يكون حزام اخضر على طول هالجرونتيرك هذا اورينتال العرق الشرقي الكبير باش نقصوا من زحف الرمال على المنطقه هذه ان شاء الله. نعم ان شاء الله. بدا موعدنا غدوه ان شاء الله 6 تاع الصباح في موسم الخير الاحد 25 جوان بمناسبة الذكرى 67 لانبعاث الجيش الوطني، وهاو الجيش شنو يعمل؟ إن شاء الله كل عام الجيش بخير. إن شاء الله كل عام أنتم بخير، وكل المناضلين لأنه ثم الناس قاعدة تخدم وقاعدة باش تحول الصحراء الرمال هذا إلى جنة على الأرض. ملا غدوة نتقابلوا إن شاء الله 6 تاع الصباح.